الفراغ سيد المكان. رؤية إخراجية حاولت الآلهة رغم غضبها إمتاع جمهور محي الدين بشتارزي. قصة أربعة إخوة زج بهم في غياهب السجن دون ذنب. السجن فيه يدير إعادة التربية، ولكن الشيء اللي لاحظوه هو العكس. يمر عام من الاحتجاز دون أن يفهموا سبب اعتقالهم من قبل الجند. مؤامرة ومنصبك في مهد الريح. فيها طبعا إشارات واضحة إلى الواقع العربي، وإشارات إلى ما جرى في الربيع العربي من الانتفاضات والثورات. العمل الموسوم بليلة غضب الآلهة. عزف فيه صاحبه على وتر التمثيل والكوريغرافيا، حيث رسم على الركح لوحات فنية شدت انتباه الجمهور. أثني على الأداء تاع الممثلين، خاصة المخرج اجتهد أيضا، كاين اجتهادات جميلة في لكني أرى أن النص، حلقة النص كانت هي الأضعف. أنا في رأيي ما كانتش هناك يعني جرعة الدراما لم تكن كافية. هو يعني أي عمل مسرحي فلا بد من النص أن يكون نص قوي، ولكن كان فيه تصور. الفلسفة التي طاغت على مشاهد المسرحية جعلها تستحضر بافلوف لأداء وظيفة معينة ولخلق تواصل بين الممثلين والجمهور. كيف ينتهي هذا الكلاب والزنا؟ بعض السلطات تسعى إلى تحويل الإنسان إلى حيوانة الإنسان، يعني إلى درجة مسخ الإنسان يعني، وتريده أن يتحول إلى كلبا وحمارا وقردا لكي يكون طوع بنانها. توظيف الكلب في ليلة غضب الآلهة حمل عدة رموز برأي البعض. الكلب في الحقيقة ذلك الحيوان الأليف المضطهد هو الآخر، ولا تحول إلى مواطن مضطهد. لكن الحكومات العربية برأي الكثير لا تفقه شيئا عن الكلاب. شكرا.